من الرياض ينضم إلينا مراسلنا علي الشريف، ومن عدن ينضم إلينا مراسلنا ياسين رضوان. أبدأ معك علي، مزيد من ردود الفعل حول هذه المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، تفضل. نعم بالفعل، ردود الفعل حول هذه المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، ترحيب عربي بهذه المبادرة، وهناك لغة مشتركة من قبل كل البيانات من الدول العربية بضرورة إنهاء الأزمة وأنها فرصة ثمينة لإنهاء الأزمة في اليمن وإنهاء الاقتتال، دافعين بعجلة إنهاء الأزمة وداعين الأطراف جميعا إلى الالتزام بهذه الفرصة. أيضا هناك ترحيب دولي من قبل الدول الأوروبية المختلفة بهذه المبادرة السعودية، وأكدوا على ضرورة الالتزام من جميع الأطراف وضرورة العمل الجاد بهذه المبادرة. المبادرة تأتي متسقة ومتوافقة مع المبادرات السابقة، المبادرة الخليجية ومبادرة اتفاق ستوكهولم، وأيضا القرار الأممي 2216، كذلك تتسق مع جهود المبعوث الدولي مارتن جريفيث والمبعوث الأمريكي تيموثي ليندر كينغ، وكذلك المساعي من سلطنة عمان لإنهاء الأزمة اليمنية. أيضا المبادرة طرحت كل الوسائل لإنجاح هذه المبادرة، من تخفيف القيود على ميناء الحديدة، وكذلك إيداع الضرائب في البنك المركزي بحساب مشترك، وكذلك فتح مطار صنعاء. أيضا المبادرة لم تغفل الجانب الأمني، فهي أكدت على ضرورة الالتزام، وأي في حال هناك خرق لهذه المبادرة أو عدم التزام من قبل الميليشيات الحوثية سوف ترد قوات تعالف دعم الشرعية سوف ترد على أي محاولة عدوان من قبل الميليشيات. نعم كارولين، أنتقل إلى مراسلنا في عدن ياسين، هل من معلومات جديدة أو ردود فعل يمنية من مختلف الأطراف على المبادرة السعودية؟ نعم كارولين، إذا ينسجم ردود الفعل الداخلية لاسيما للمحللين والمراقبين السياسيين في اليمن مع التفاعل الخارجي والدبلوماسي والإنساني الذي اقتضى في المجمل وفي المحصلة بمبادرة المملكة العربية السعودية التي وصفت بأنها مبادرة إنسانية في توقيت حساس يحتاج اليمنيون فيه لأن تنتهي 6 سنين عجاف قضاها الشعب اليمني بين المعاناة والقتل والاضطهاد من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران. المراقبون يرون أن المملكة العربية السعودية استطاعت خلال هذه المبادرة من دحرجة كرة ثقيلة وكرة كبيرة وضغط دبلوماسي وإنساني على الميليشيات الحوثية وجعلها بين قرارين، إما أن تقول نعم وترضخ للسلام وأن تغلب مصلحة اليمنيين العامة على مصلحتها الخاصة، وإما أن تقول لا وتري المجتمع الدولي والمجتمع الداخلي في اليمن أنها تقف حجر عثرة وراء السلام. وأيضا الحكومة اليمنية رحبت والمجلس الانتقالي ومختلف الأحزاب اليمنية رحبت بهذه المبادرة الإنسانية التي يحتاجها الشعب اليمني، بينما تتواصل المعارك في الجوف وفي حجة، وأيضا يوازي هذه المعارك غارات لمقاتلة التحالف العربي استهدفت مناطق حيوية في صنعاء وفي مأرب وكذلك في محافظة حجة شمال غربي اليمن. والميليشيات الحوثية أيضا تقوم بعمليات قصف عشوائي باتجاه مخيمات النازحين في محافظة مأرب، ومحافظة مأرب التي تشهد زخما إنسانيا حقيقيا تحتاج إليه، وأيضا تحركا دوليا لردع الميليشيات وإيقاف هذه الحرب الظالمة على مأرب وعلى بقية المحافظات. شكرا جزيلا لكما، من عدن مراسلنا ياسين رضوان ومن الرياض مراسلنا علي الشريف، شكرا جزيلا.